مátalo. A partir de ahora, te mereces dar órdenes más que recibirlas. Tus órdenes van a ser cumplidas, pero no vas a poder salir más de este castillo. Mandaba desde Egipto 512. Se acerca su hora. العملية يا فندم مكانها ومعادها القيصر بعد ساعة الصفر. أنا اللي وقعت وراء العملية بنفسي وأنا اللي متحمل مسؤوليتها. تتحمل المسؤولية بصفتك إيه بالظبط؟ بصفتي واحد خدم البلد أكتر من 40 سنة. مبروك كسبت حقك في التقدير يا محسن، بس بالنسبة لي ما كسبتش أي حق في اللي عملته. أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي لها إحباط عملية ذات أزرع دولية لم تشر لها بعد أن كانت تهدف الوقيعة بين الشعب وأجهزته الأمنية لافتعال حرب أهلية داخل البلاد. كل اللي اتمسكوا وطلع ولادك يا دساس، وسبحان الله يا اخي كلهم اعترفوا عليك. هقول لك ايه يا حبيبي، الجهاد الايام دي اتدفس فيه عيال مش مؤمنين ايمان يقيني. بس انت لازم تعرف ان الاعترافات اللي عندنا دي هتخليك تنسى بقى امريكا وديزني لاند الجو بتاعك ده. ده ان شاء الله هتخرج من هنا وايدك في ايدينا عشماوي، واعتقد اللون الاحمر يبقى لايق عليك اوي. الاحمر كده خبط لزق. يا مدقة هرست بول. انا بصراحة بيني وبين اللون الاحمر ده عشق، بس بأمانة الله ألبسه من هنا وأرجع أغير وألون من هنا. لما خلاص مفيش تلوين، المرة دي الجمعية هتقبضها لوحدك يا دساس. مفيش حد من حبايبك اللي بره هيستجرى يقف معاك بعد المعلومات اللي عندنا دي. أفهم من كده بقى إن أنت جاي شمتان في علي بيه؟ لا ما افتكرش، مش اخلاق ابن اللواء توفيق عبد الغني. بقول لك ايه، انا عاوزك تقول كل اللي جواك كده دفعه واحده زي الرشاش، بلاش اللف والدوران ده، هتتعب وتتعبني. شوف يا دساس، انت هتعترف وهتقول مين اللي ورا كل التمويلات دي، وانا هعدمك بس مش هعدمك. يعني ارجع المغارة تاني وادفن فيها. مفيش حاجة أحلى من كده شوية.
لا في طبعا. بلاش يا سيدي ترجع المغارة. ايه رأيك لو عملت لك مغارة مخصوص على مزاجك؟ طول عمري اقول ان البلد دي اولى مغارة. يا سلام عليك يا مصر، هوا وشمس ونيل. صدق بالله اللي انا شربت من ميه النيل دي يجي مليون جردل وجردل، بس للاسف لسه ريقي ناشف حطب. انا اصلي قعدت اتكلم على مصر وجمالها دي لولادي ومراتي في فلوريدا، قلت لهم ايه موصف لهم جمالك يا مصر. مصر هي امي. هخليك تشوفهم يا دساس. لو نعم اشوفهم بس. اتكلم يا دساس، مين اللي ورا التمويلات والسلاح والفلوس؟ وكل اللي تم ده كان بايد مين؟ اتكلم. شوف يا حبيبي، انا عاوز اقول لك حاجه بسيطه قوي. انت لازم تعرف ان العالم ليه ناس كبار قوي هم اللي ماسكينه في ايديه، تحتيهم ناس تانية خالص. سمسرة زي أدهم سعد الدين، وأدهم سعد الدين والسمسرة اللي زيه دول هم اللي بيحركوا الفلوس والسلاح للناس الكبار دول بره وجوه. أشوف بقى المغارة الجديدة دي أنا والعيال وأمهم، إن عجبتنا أقولكوا على أرقام حساب السماسرة. استغفرك يا ربي حليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. احنا طبعا مش هنخوض في تفاصيل كتير، بس كل اللي هنقوله اننا بامر الله تعالى منعنا مصيبه كبيره جدا كانت هتحول بلدنا لصراع بين شعبها وبين قوات امن هذا الشعب الكريم. هل فعلا يا فندم ثبت ان محمد الدساس له يد في المخطط ده؟ جهات التحقيق وصلت لكده، ودلوقتي نيابه امن الدوله العليا بتوجه اتهاماتها للتنظيم الجهادي وعلى رأسه محمد صبري الدساس اللي ترحل لسجن المغارة النهاردة الصبح. اتفضل. وبالنسبة لرجل الأعمال أدهم سعد الدين يا فندم، وعلاقته بجمعية أنهار الراسي والاتصالات اللي بينهم؟ احنا طلبنا التعاون مع الدول الأوروبية اللي هم مقيمين فيها، والإنتربول وعدنا بالتدخل في حالة ثبوت الأدلة والاتهامات. أدلة إيه واتهامات إيه علي اللي مستنين العالم بره يعترف بيها؟ أدهم سعد الدين وأنهار اختفوا ومكاتبهم اتقفلت بعد حادثة مصطفى صدقي. يا فندم بس الأدلة اللي في ايدينا كافية قوي انها تقلب الدنيا عليهم. احنا مش مستنين اعتراف من حكومات او جهات رسمية، احنا واقفين في وش مصالح شركات عايزة تعمل منا سلعة على الحرب. دي جرايد بره، نفس الجرايد اللي الشركات دي بتتحكم فيها. احنا المنشط الرئيسي دلوقتي، نفس الجرايد اللي كانت بتهاجمنا قبل كده، نفس الميديا اللي كانت بتضرب فينا طول الوقت تحت الحزام وفوق الحزام. تفتكر ايه اللي غير موقفها فجأة كده؟ موقفهم اتغير يا فندم عشان احنا فضحنا كل اللي كان بيتخطط لنا، أو بمعنى أصح كسرنا عينيهم. لا علي، الناس دي ما بينكسر لهاش عين، الناس دي بتبروز اللي حصل عشان مصلحتها. في حاجة غلط، احنا زي ما نكون نفذنا اللي هم عايزينه بالظبط،
معتصم رجع مصر عشان هم عايزينه يرجع مصر. اللي قبضنا عليهم في سينا مش هو التنظيم اللي احنا بنستعد له دلوقتي. والقيصر لحد دلوقتي مش عارفين هو فين. تفتكر لو كنت مكاني مش كان لازم تقلق؟ السيد معتصم يا فندم من ساعة ما دخل سجن المغارة هو راجل ما نطقش بكلمة واحدة، ما تحركش خطوة واحدة، وسعادتك شفت حالته بعينك. وجوده في حرب زي دي لمدة 20 سنة ممكن يغير قوي من قلبه. ما تنساش ان احنا غيرنا من قلب القيصر. ده معناه ان لعبتنا دي نفسها ممكن تتعمل ضدنا. تفتكر هيخرجونا من هنا على فين يا فريدة؟ عبد المحسن بيمسح ملفاتك من الداخلية، ورقك بقى نضيف يا فارس، هتقدر تعمل اللي انت عاوزه. والله العظيم انا مش عارف انا عايز ايه. اخرج من هنا اروح على القهوة اقعد في وسط العيال يقعدوا يسبوا ويلعنوا في سلسفين ام البلد، محدش فيهم عارف حاجة. المشكلة بقى ان لو جيت افهمهم هيقولوا عليا يا ابنجي. اه؟ زي ما الداخلية كده بتقول لي انا عملة بفلوس. عيب الحقيقة انك لما بتعرفيها بتفوقك لوحدك، تخلي كل اللي حواليك بيرقصوا في الوهم، مهما تهاتي وتزعقي محدش بيبقى عايز يفوق من الرقصة. معقول يا فارس بعد كل اللي عملته ده شايف الدنيا سودة كده؟ اللي زيك المفروض يبقى مبسوط. أنا ما عملتش حاجة، العمل ما رجعش. الحمد لله على السلامة يا محسن. الله يسلمك. أنا عايز أعتذرلك عن أي حاجة فهمناها غلط. كل واحد عمل اللي ضميره في الشغل اللي بيحتمه عليها زكريا. ما تقلقش، أنا متفاهم ده كويس. ده قرار من رئاسة الجمهورية باسمك يا محسن لوسام استحقاق نجمة سينا. ألف مبروك، والله تستاهل أكتر من كده. وعلى فكرة يا سيادة الرئيس هيكرمك مع الناس اللي نفذوا العملية في عيد تحرير سينا اللي جاي. الحفلة السنة دي لازم تبقى رسالة لكل الدنيا إن بقى لنا درع وسيف نقدر ندافع بيه عن نفسنا، وإن حربنا على الإرهاب بقى فيها الغلبة لينا. إحنا لسه ما عرفناش كل حاجة ولا التنظيم يا حسن. مش عايزين نقول قضينا على الإرهاب من جذوره وبعدين نفاجأ بمصيبة زي اللي حصلت في شرم الشيخ. حتى لو حربنا مكملة يا محسن برضو الحفلة تتعمل في ميعادها عشان تبقى رسالة للمتشككين فينا برا. إلا بقى إذا كان عندك معلومة تحب تشاركنا بيها. أنا مفيش أي حاجة في إيدي، بس مجرد إحساس. شافك يا اسماعيل. تعال يا مولانا، اتفضل اتفضل تعال. استغفر الله العظيم، استغفرك ربي حبيبي واتوب اليك، لا حول ولا قوة الا بك. مولانا قول لي انت قصادي
صحيح. وإن شطاني ما بيلعبش بيا، وإن أنا شايفك أنا يا مولانا. قول لي للدرجة دي شطانك ابن حلال يا إسماعيل وبيفكرك بيا؟ أنا ما مفكرش ليل ونهار غير في أوامرك وطاعتك يا مولانا. كلنا في طاعة الرحمن عز وجل سبحانه، احنا بس بناخد بالأسباب. اوعى تفتكر يا واد ان جمعيتنا دي بالصدف، لا، كله بترتيب. ده انا مستنيك بقالي كتير قوي على احر من الجمر. انا قعدت المده دي كلها مستني، بس ان انا اشوفك ومستني اللحظه دي. اللحظه دي ملهاش اي قيمه قصاد الساعه اللي جايه في عمر الدنيا دي كلها. صدق الوعد، وباذن الله مش هيطلع علينا النهار الا اذا كنا بر السنازين خليفه وولي يا معتصم. استر يا رب. محمد يا اسطى. فاضي يا باشا. جاي منين؟ جاي من منى في السويس راجع على مصر. لوحدك؟ لا باشا، في عيل غلبان كده شاور لي على اول الطريق. فين هو؟ في الصندوق ورا. رخصك وانزل وريهولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا باشا ده المفتاح معايا انا بس، راح فين الجدع ده؟ انت بتستنى انا؟ يا باشا والله العظيم كان هنا. هات يا عم. طب انا عملت ايه طيب؟ هذا وسوف يحضر الحفل العديد من ملوك ورؤساء ووزراء دول عربيه. ايه يا عم مالك؟ يا باشا الحفله ولا ايه؟ لا يا عم محفش ليه يعني؟ هو ده العادي. العادي اللي بقاله من ايام زمن التنين. من زمان شهيد الوطن هو اللي شايل سلاحه وقف على الحدود. ما اعترضناش، كلنا عارفين الكلام ده. بس اللي يقف في الشارع ويتشد ويسيح في دمه ساعتها يكون بيقدر الامن العام. في تقدير اكبر من كده؟ ويسموه بقى ثوراجي ولابس حظاظه وشعره طويل ومسوق، كلام انتوا عارفينه. انا بقى عارفه سعيد قلب وشه على ايه. ليه ان شاء الله؟ عشان كراشوك من الجمعيه اياه. كلنا جينا لك وقلنا لك ان الجمعيه دي شمال، وانت ما صدقتش حد ومشيت لي ورا دماغك. كان في 100 جمعيه غيرها تروح تشتغل معاهم وانت شبطت لي في مصطفى صدري. حصل. إيمان حطي نفسك مكانه. لو اتعملك من البحر طحينة من واحد زي مصطفى صدق الله يرحمه بذمتك كنت هتصدقيه ولا مش هتصدقيه؟ هتصدقيه ولا مش هتصدقيه؟ كنت هصدقه. وبعدين تعالوا هنا، هو مين اللي موتك؟ أكيد فريدة أبو العيلة. فريدة مين يا عم؟ أنت ما تصدقش الكلام اللي الداخلية بتقوله. أنا بقى رأيي إن الداخلية هم اللي خلصوا عليه. والله الداخلية؟ لو الداخلية قتلته كانوا تاووه. بس ابوه مرمي في الصحراء سايح في دمه والدنيا تتقلب عليهم. اللي قتل مصطفى صدقي هو نفس الشخص اللي عايزنا النهارده نلقح كلام على بعض. جمعيه شمال وكلام شمال واصابع داخليه فاكره انت اصابع داخليه شغاله لغايه دلوقتي الله ينور. وهوبا نتخانق مع بعض وهوبا نمسك في بعض وهم قاعدين بشوات يتفرجوا علينا. طب انا ما فهمتش حاجه كده، يعني مين اللي قتله في الاخر؟ يا عم انت من امتى بتفهم؟ ما كان هياخدني. سلام سلام. باي 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 باي. سعيد بتعملي ايه هنا؟ مش المفروض تكوني معاهم في الحفله دلوقتي؟
ده اللي انت فاكره وفاهمه، بس انا مكاني هنا، نفس القهوه ونفس الناس. نفس الناس عشان تبلغي عنهم؟ ها كنت بلغت عنك يا سعيد. انا سبق وقلت لك انا مش حامل حد من صحابي تاني يتاذي بسببي. سيبك بقى من الجو ده عشان ما بقاش يجيب. حطلي ايدك في ايد اللي هو فلان واللي هو علان، في ايه؟ انت مستنيهم يجي يطبطبوا علينا واحد واحد هنا ولا ايه؟ انا حاطه ايدي في ايد واحد بس، وهتستغرب لان هو فعلا اللي هو فلان، بس هو عاوز اللي انا وانت عاوزينه، الحقيقه مش اكتر. اه هو اللي بعتك بقى تقولي الحقيقه؟ ها انا مفيش حد بعتني يا سعيد، انا جايه هنا من نفسي. عايز اشكرك انك وقفت جنبي ضد انهار وكل اللي بيشتغلوا معاها. انهار مشيتنا كلنا من الجمعيه بعد ما فضحتها بقت بجلاجل طبعا، لان كلنا عرفنا مين اللي كان وراها. بس احنا مش هنيأس دلوقتي، احنا بنعمل جمعيه مننا في بعضينا عشان يوم يا فريده لما نتكلم نتسمع، بس نتسمع بجد. وانا صوتي معاكوا لو كان هيفرق. صوتك صوتك ماشي، حبايبك لا. ما بقاش ليه يا حبايب، خلاص شغلي اتمسح من عندهم. انت فاكره انا اقصد سياده اللواء؟ انا اقصد فارس رجب اللي انت كنت مشغلاه تحت ايدك. فارس؟ ماله فارس؟ ماله؟ ماله بقى كتير وكتير قوي. البيل حد الاسبوع اللي فات بتحول له فلوس على حساب الجمعيه. زمانه دلوقتي شغال الله ينور، بيقبض ويصرف. فلوس ايه؟ انت بتقول ايه؟ محدش يفصل الدساس ورجالته جوه المغاره. من مصلحتنا يكونوا في مكان واحد عشان يتراقبوا كويس ونعرف هم عايزين ايه بالظبط. مش الدساس ولا المغاره اللي لازم تقلق منهم. كنت متاكد انك هترجع. انا اسف يا محسن بيه. اسف على ايه؟ مش انا اللي بعت ساعه الصفر. كنت متأكد إن ساعة الصفر دي ممكن تكون كمين من ناحيتهم، بس لدرجة إنهم يسيبونا نمسك شحنة السلاح دي كلها. كل اللي أعرفه إن العملية كلها على بعضها ملهاش قيمة عندهم غير إنك تصدق المعتصم وبس. نصدقه وندخله مع الدساس سجن المغارة. يعني من الآخر كده هم عايزينك تقلق من الدساس والمعتصم وكل اللي موجودين في المغارة عشان تخلي القوات بتاعتك تتجه ناحيتهم وتفضي الطريق للي هم عايزين ينفذوه، ولما الكارثه تحصل القوات دي هتتشتت وهيبقى سهل قوي على الدساس والمعاه انهم يهربوا. بس هم عايزين ايه بالظبط؟ وهينفذوا ازاي؟ وفين؟ اللي هينفذ اللي التنظيم عايزه دخل معايا مصر من اول يوم. كان زي ضلي بيتحرك معايا في كل حته. بس للأسف ما قدرتش أعرف هو مين ولا هينفذ إيه بالظبط. كل اللي قدرت أوصل له هو رقم. مشيت ورا الرقم ده كتير. اتأكدت إنه مش رقم حساب في بنك ولا رقم تليفون. بس للأسف في الآخر وصلت لده. ده تاريخ النهارده. بالظبط كده، عشان كده كان لازم اجي النهارده واحذرك. بيشتتونا في تأمين السجون، واكبر تأمين المفروض كله يبقى موجود في مكان واحد دلوقتي.